الحملات الوطنية التي أطلقها رئيس الوزراء رئيس الحكومة الانتقالية فاهيما باتاكي ألبير، والتي جاءت تحت عنوان هو من أجلها وأنا لها، وبرعاية سامية لرئيس الجمهورية رئيس المجلس العسكري الانتقالي رئيس الدولة الفريق محمد إدريس ديبي إتنو. وقد تناولت وزيرة المرأة وحماية الطفولة أمينة بريسيل لونغو أهمية الحملة التي نظمت لصالح النساء وتكوين حياتهن وتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية، وخاصة المرأة الريفية، وتدريبهن في مختلف المجالات كالصناعة والتجارة والحرف اليدوية. كما أشار رئيس الحكومة الانتقالية فاهيما باتاكي ألبير في كلمته الافتتاحية إلى ضرورة تعليم المرأة ودعمها بالأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومحاربة العنف الممارس ضد المرأة وزواج القاصرات، وترشيدهن على تجنب العادات والتقاليد التي لا تتماشى مع عاداتنا وقيمنا في مجتمعنا التشادي، ودعمهن بالبرامج التربوية والتثقيفية. وللإشارة فإن الحملة الوطنية ستواصل أنشطتها التوعوية خلال الأسابيع المقبلة. حملة كاملة من الإنجازات التي تنوي السلطات أن توقع عليها ميزات جديدة لصالح المرأة وإبقاء الفتاة في مقاعد الدراسة لأطول فترة ممكنة، وتحسين الظروف المعيشية للمرأة الريفية عن طريق تخفيف أعباء أسرتها المعيشية وتوفير مياه الشرب وتزويدها بمصادر الطاقة للحد من كدحها من حيث جمع ونقل الحطب هو مكافحة أسباب العنف القائم على النوع الجنس، وبالتالي تعزيز حقوق المرأة. أود باسم رئيس المجلس العسكري للانتقالية أن أؤكد من جديد التزامنا بالانتقال السلمي والشامل لمصلحة بلادنا ضد العنف، لأخذ هذه الرسالة من قلب المرحلة الانتقالية. لم يعد الوقت لثقافة الأنانية والخطب الفارقة، لقد حان الوقت للحوار والاعتدال، ولا يمكن للحوار الصريح والشامل أن يشفي جراحنا الاجتماعية وحسراتنا. لذا أقول للجميع، دعونا نلتزم بإنهاء العنف ضد المرأة. وبهذه المذكرة أعلن رسميا إطلاق حملة هو من أجلها وأنا أيضا هو لها.